قبل ما نمشي في الموضوع الصحيح، تداول مدونون ولا على صفحات التواصل الاجتماعي ثم صورة متاع طماطم تونسية مكتوب عليها بالخط العبري وقالوا إنه تتباع في إسرائيل. هنيسة هنيسة إيش تعملوا في الشهرة متاع الناظور؟ مطلع مشهور اسم تاعها هنيسة الناظور. إحنا المشكلة وين؟ ما عدناش الحقيقة الأليات باش نبينوا ما إذا كانت هذه في فرنسا في محلات يهودية وإلا في إسرائيل، ما عدناش. لكن هذا دفعنا باش نثبتوا مرة أخرى عبر موقع رسمي، كل السادة المشاهدين الآن ينجموا ينقروا على اللوحة متاع الحاسوب متاعهم ويكتبوا تريد ماب، موقع متاع التجارة الدولية. احنا عندنا سنة ونصف حكينا عليه، ولكن قلنا خلينا نثبته، نشوفوا تريد ماب هذا الدولي ها موجودة، اي حد خليهم الصورة، اي حد عنده بذرة شك يتفضل ينقر على لوحة الحاسوب متاعه ولا التليفون متاعه تريد ماب. وشفنا هنا كوميرس بيلاترال، تجارة ثنائية ما بين تونس وإسرائيل خاصة بسنة 2023، هنا بالأصفر في إذا كانها جاهزة واضحة في العمود هنا في الوسط اون جون فالور اون 2023 موجودة 2102 في 22 ما ثمش، في 21 142 في 100 في 20 عام 2020 267 وفي 2019 176. هذه أرقام من موقع رسمي دولي يعنى بالتجارة الدولية، ما هيش متاع كلام فيسبوك والصفحات اللي ندمروا منها احنا، مش كان السلطة ندمروا منها احنا تضرب مصداقيتنا. يدفعنا التساؤل مرة أخرى، سيد سعيد أستاذ عبد الرف العيادي ملك البحار والبر اللي يملك كل السلطات، ما الذي يجعل تونس تقتني راهو اقتناء رسمي هنا وين امبورتاسيون لا تونيزي امبورت دوزرايل زعما لوبيات زاد هذه نفاقش بيها؟ كيف تفسر أستاذ العيادي هذا الرقم من موقع رسمي للتجارة الدولية؟ هو يعني هذه أرقام ومعطيات يعني موضوعية ما فيهاش شك. وإحنا لما كنا في لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي حذر محافظ البنك السابق في كمال النابلي وقال اعترف، قال راهو كان عندنا معاملات تتم مع إسرائيل، وقال كان حتى ثم بضاعة تجي على أساس أنها يعني ثم عملية غش أنها ينص على معناها البضاعة بأنها مصدرها إسبانيا، ولكن الحقيقة قال هي مصدرها إسرائيل. فهذا يجرنا الموضوع هذا قبل الثورة أستاذ العيادي. نعم، هو سنابلي يحكي على ما قبل الثورة. ما قبل الثورة، لا أنا أحكي لك أنا أن ما الموضوع شو هو الموضوع. الموضوع الفساد، التطبيع هو فساد مطلق، والتطبيع راهو مش يجي فريق إسرائيلي يلعب مع فريق تونسي في الكورة ولا فيه. التطبيع راهو قائم، ثم تطبيع تجاري، ثم يعني تطبيع تشريعي. احنا الآن نكافحوا أو شنين حرب داخلية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، واللي فيه نظرية بوش الابن الحرب الاستباقية الجهاضية. يعني القانون هذا لما تقراه في الفصل الأول بتاعه هو لدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، أبقوا عليها ثم زادوا اللي هي معناتها الغاية متاعها هي زادة حمائية ضد الإرهاب، معناها نقطع يد السارق قبل ما يسرق، فهمتني؟ في الحقيقة نحن نعيش منذ التسعينات بشروط بقاء إسرائيل، هذه واضح. هذا إيش معناتها التطبيع؟ التطبيع ما هوش يعني جولة متى فريق يجي سياحية هنا في تونس. التطبيع قائم، معناه ووقت علاقات مع رجال أعمال ومشاء، وهذاك بسميث هذاك كلعب دور كبير، هذاك اللي كان في مجلس المستشارين روجيه بسميث، تعمل رجل الأعمال. نعم.
عملنا ندوة صحفية وقتها وقال العلاقات جيدة جدا بين إسرائيل ولكن قال جارهم القذافي ما يحبوش يعني أن الأمور تتكشف بشكل يعني مستفز. أما العلاقات يعني موجودة وقائمة، ولا أدل على ذلك أن أرشيف العلاقة مع إسرائيل كل سرق من قصر الرئاسة بعد الثورة. وينه؟ معناها كانت مدير ديوان الرئاسة سي دايمي عمل شهادة ومسجلة في المجلس الوطني التأسيسي أن سرق هذا الأرشيف، و يعني لسرقه رجل أعمال وكرا له فيلا ثم سلموه للولايات المتحدة الأمريكية. هذا تعرف الشعب التونسي كل القضايا هذه كل ما يعرفهاش ما اطلعش كيف عليه. سرقه رجل أعمال هو في الرئاسة؟ أي لا عنده أيادي طبعا، هم وقتها يعني ما زال عندهم حضور في الأيام الأولى معناها في 2011 أي 2011 بداية 2011 سرق. أي ف القضية الفساد نحبوا نبداو بالتطبيع اللي هو أصبح منظومة داخل الإدارة. عندنا في الأمنيين يعني في قضية محمد الزويري أمنيين رفضوا يسمعوهم، ولكن هو مورطين حسب تقرير المصالح المشتركة متاع وزارة الداخلية أنهم يعملوا مع الموساد. إيش بيه ما تحلش الملف، وبعت حتى للرئاسة أنا في زمن سعيد إذا بعثت وبعثوا صورة نسخة من تقرير وزارة الداخلية في شأن العملاء هذوما نتاع الموساد اللي كراو نزل القصبة للقتلة وأمنوا لهم الطريق ذهابا ورجوعا يعني فهمت. فعلاش ما تحلش هذا الملف؟ هذا هو ايش معناتها؟ نعم، بحيث الفساد، الفساد ده انا حسب رايي ثم فساد سياسي اللي ما يحبوش يحكوا فيه. اما هذا معناها هنشير ولا ضيعه ولا غيره فيها فساد وكل هذه مش هذا موضوعنا. احنا موضوعنا لما يكون مقاربه سياسيه ومقاربه حتى حضاريه نقولوا، يعني في البدايه المشروع فاسد من 55، هو مشروع تهريبي، مشروع فرنس تونس. هكا علاش هما يسميوها التونسة، يعني جاوا الأجهزة عملوا تونسة، ولكن تونسة تبقى معايير نعم. والتشريع الفرنسي. فاللي حصل هي تونس، لكن بداية من أوسلو و99 وقت يحلوا 93 وقت يحلوا مكتب في تل أبيب ومكتب هنا للإسرائيليين في الهيلتون، نزل الهيلتون في الطبق السادس، يعني مرينا إلى مرحلة التطبيع. ومرحلة التطبيع اللي هي عملية بناء كاملة واختراقات في كل المستويات صارت، فهمتني؟ وهذا صار في مستوى رجال الأعمال، في مستوى نسميهم لي زاجونس دو فواياج هذوما شركات نعم، مستوى الإدارة، مستوى الأجهزة الصلبة في تونس. أي وبالتالي احنا علاش قلنا اذا كان مش تطرح استاذ العيادي ان يكون في وكاله اصفار، ان يكون عن طريق اشخاص قد يكون تجاوز، لكن انا اسال الان حتى احيل السؤال للدكتور سماري، انا اتحدث عن تجاره بينيه كوميرس بيلاترال، وهذا موقع يعني دولي يحكي لا هم نظموا بصوره رسميه سفريه لرجال الاعمال، وكان رجل الاعمال اللي في شخص محمد ادريس اللي عنده دبلومات نعم جاب كلاسور كامل معناها شيش ناقشوا مع الاسرائيليين في المشاريع واقترحوا عليه متى كان ذلك استاذ العيادي؟ وقتاش هذا؟ قالوا يا ربي نحل ويعمل مجنه ويجي الربي يقرا على الدجاج ويذبحهم ويبعثوهم لاسرائيل، يعني كان ثم خطوات مش وقتاش كان ذلك؟ وقتاش كان؟ متى كان ذلك؟ هذا تم في التسعينات